اهلا فيكم في كيف فيديو جديد اليوم. كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ مرحبا تيكت. كيف مسوي جسمي مثلك؟ مثل ما شفتوا اصدقائي كثير ناس عم تسالني انه شو الاسلوب الخطير وشو السر الرهيب لحتى ساويت جسمي هيك بشهر واحد. لحظة، انتم مفكرين انه جسمي هيك؟ لا انا كان جسمي هيك بعدين ساويته هيك بعد تعب شهر. السهم كأنه السهم كان لما فتوا على الفيديو بالعكس، هو المفروض لك انت بدك تم غبي وتخربت بالمونتاج. انت قلت لي انه نحط السهم هيك مشان نجيب مشاهدات اكثر. تقول نحن ناقصنا لانه قدام الناس يعني الله. على كل اصدقائي، ترى انه تساوي جسمك هيك شيء كثير سهل، الصعب انك تساوي مثل جسمي انا. ما انكم مصدقين بخطوه واحده بساوي لكم جسمكم هيك. بس ما انكم مصدقين، هلا دغري بحكي لكم السر او الخطوه الوحيده لحتى تساوي هيك جسم مثل اللي بالصوره. هو كله ضمن المسحوق او الكوكتيل السحري يلي بتشربوه قبل ما تروحوا على النادي. وهذا الكوكتيل السحري بيتالف من شويه مي، معلقة بروتين، شوية حليب، بعدين بتضيف لهم معلقتين بروتين وبتجيب شوية مكسرات وبتحطهم على جنب لأنه ما بدنا اياهم، وبتجيب بدالهم نص كاسة بروتين وبعدها بتحركهم شوي وبتدوقهم. اذا حسيت انهم مرقين او ما حسيت بتحط لهم كاسة بروتين وبتشرب قبل ما تروح على النادي. وملاحظة للعزوبية، في حال كنت ما بدك تلبك حالك او ما بدك تترك جلي وراك، بامكانك تتغدى من السطل دغري. هذا هو كل السر، وبعدها بتروح على النادي واي شيء ثاني مش مهم، حتى لو رحت على النادي ولعبت هيك. ابدا مو مهم، المهم انك تحرك جسمك والواي بيتكفل بالباقي. اما لتحصل على جسم خطير مثلي بدك تضحي، بدك تشتغل، بدك تتعب، بدك باليوم الواحد تقوم 5 أو 6 مرات وتطفي المنبه يلي مفروض يفيقك على النادي وتحط غفوة وترجع تحاول تنام. يا بتقرر انك تقوم وتحط غفوة وترجع تنام، يا اما بتكون مثلك مثل غيرك من هذيك الناس وبدك تكون عم تلعب فورتنايت لساعات وتعرف انه المحلات رح يسكروا، وانه اذا انت ما قمت وتركت اللعبة رح تنام بلا اكل وتم قاعد وصابر لانك بتعرف انه الحياة قصيرة. طبعا هذا الكومنت كان عم يقفل على جسمي، بس شكرا كثير، اعطاني فكرة بتجنن. وفي 1000 فيديو لإلك محفز لأنك تروح على النادي. بس إذا ما كانت شغلتك وعم تروح على النادي فقط لتحس بالرضا عن حالك، هذا الفيديو محفز لإلك لأنك تنبسط بحياتك. وفي 1000 رياضة تانية بتعطيك القوة البدنية وبتعطيك الشعور الممتع اللي بيعطيك إياه النادي، بس ما بتعطيك الشكل لجسمك يلي بتعبي فيه فراغ معين جواتك. وأحلى شغلة بيحكوها جماعة حزب البروتين انه دير بالك على جسمك هلا بدير باله عليك بعدين، انه هاي الرياضه بتعطيك صحه لكبرتك وبتمد بعمرك ممكن سنه او سنتين لقدام. مع انه اذا بتحسبها انت، اذا باليوم الواحد بتروح 2 ساعة على النادي على مده مثلا 75 سنه بيطلع معك تقريبا 4 سنوات. يعني بجزئهم ورق سنتين بجمعهم قصوطه وبياخذهم بعدين. اوه
والله تعبت يا كوتش. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا قد ما لعبت لحوش الاوزان. بس شوف انا بدي اسوي جسم يعني مو مثلك اكثر شوي هيك اكثر شوي بس انه بلا بروتين ما بدي على الطبيعي. لا لا مو عاجبني صراحه بدي على الطبيعي. الطبيعي شو رايك؟ ايه يا حبيبي بلا ابر وبلا بروتين ما بمشي الحال. بلا ابر ما بمشي الحال؟ حصرا يعني لازم بروتين وابر. حصرا بروتين وابر. كيف؟ تمام؟ شو ما عجبك؟ طيب يلا قوم عميو شو يا حجي.